انت معلم العوامي بالميدان، قد صار لك معلم او قد صار لك بالمصلحه؟ هي وراثه عندكم طبعا. هلا هي وراثه عن اخي الكبير، وانا يعني لي فيها هلا تقريبا شيء 25 سنه، يعني نحن من الصغر انتشأنا بهالمصلحه هي. هلا هي بيقولوا اساسها تركيه عثمانيه، وهي كانت هون بالشام قديما بس مو على هذا الشكل. يعني كان هلا انا كان لي والدي كان يشتغل بمطبعه الثقافه، وكان مدقق للكتب، حتى كان في وصف لمدينه الشام، كان في واحد بالمرجة يقلي عجين، يعني يقلي عجين طبعا هيك، هذا بيقولوا له مثلا على شكل العجة هيك، وكانوا يحلوه بالدبس ما كانوا يحلوه بالقطر. يعني من ضمن الوصف انه رجل كان يقلي عجين ويحليه وكذا، بيقولوا عليها العوامة. بس يعني مع الوقت تطورت، هي صارت على هذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل. نحن بنقول العوامة شامية. هلا هي تطورت هون كثير بالشام. هلا هي عبارة عن طحين أبيض بينعجن بمي سخنة وبيتخمر طبعا وبينقلى على هذا الشكل. طبعا يعني هي هلا هي صارت بمجال الحرفة، هي صناعة وحرفة صارت، ما صارت شغلة يدوية وكذا. كميات الشام الأساسية فينا نقول العوامة. هي طبعا. يعني هلا هي تعتبر من الاكلات الملوكيه قديمه. يعني هلا انت تخلي مثلا برمضان على 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 البيوت العامه كلها، عرفتي كيف؟ ما بتلاقي الا كله بيجيب عوامه برمضان بشكل عام. يعني حتى بالشتاء سبحان الله الاكله المفضله يعني صفيانه هي. هيك قديش صعب تشتغل فيها؟ يعني اللي ما بيعرف يزيت عوامة صح ما بياكل عوامة طيبة ما؟ إيه طبعا، السر هي سر المهنة هي. هي اللي بتعطي جمالية للمصلحة. حتى في مثل عليها هي، بيقولوا عم تقطش وتلحش مثل بياع العوامة. هلا بدي خبرك على هي عوامة سكر خفيف. يعني هي خفيف سكرة، هي مثلا اذا حدا معه مرض السكر هذا الله يعافينا منه يعني بيقدر ياكل منها لهي طبعا، بس مو بشكل كبير. شو الفرق يعني هون؟ بس السكر بيكون اقل بس نفس المكونات؟ كمية السكر قليلة، يعني مثلا بدك تقولي 20% من العوامة العادية. مشبك اجى من العوامة؟ هلا هن ضمن مصلحة واحدة هدول كلهم، هي أصابع وهذا المشبك مع العوامة، يعني هدول سوا ما بينشغلوا إلا سوا هدول. يعني هن إجوا بعد العوامة؟ هلا بدك تقولي المشبك والعوامة سوا، هي إجت بعدين. هي أصابع بيقولوا لها تويتات، تويتات اسمها، هي يعني إلها اسمين. شو معناها؟ تويتات هيك بسموها أهل الشام هون، هيك بسموها، وهي اسمها أصابع، بيقولوا أصابع الست يا عالم بيقولوا.